مرحبا طلابنا، طلاب المرحلة الثالثة كلية الطب جامعة ميسان، وكل طلاب الميكروبيولوجي اللي ممكن يشاهدون هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون البراكتيكال بارت للمختبر الخامس اللي هو عن الستافيلوكوكس أند ستريبتوكوكس سبيشيز، واللي إن شاء الله بالمختبرات القادمة اللي راح تكون عن الباثوجينيك بكتيريا إن شاء الله راح يكون عبارة عن جزئين، جزء نشوف البكتيريا أون كلتشر وجزء نشوف under microscope after staining by gram staining technique. إن شاء الله أيضا نشوفها على الجنرال ميديا اللي هنا الروتين كلتشر ميديا، ونشوفها أيضا على selective characteristics مالتها ونتعرف عليها. طلاب مثل ما بترتيب المختبر، أول ما نحكي عن الستافيلوكوكس سبيشيز ونبدأ بأولها بالستاف أوريوس، وقلنا ليش هي اسمها ستاف أوريوس. الأوريوس بالجريك معناتها ذهبي، ليش؟ لأن الكولونيز tend to be golden، يعني تميل لأن تكون ذهبية، صفراء إلى ذهبية، وكل ما يزداد يعني عمرها، يعني كل ما تتقدم بالعمر الكلتشر راح تكون جولدن اكثر. فتختلف عن السبيشيز الثاني اللي عندنا اللي هو اخذناه من الطالبه من عذراء علي، اللي يكون الكولونيز مالته تكون جراي. فهسه اول ما نشوف الستاف، شوفوا الكلتشر مالتها مو ابيض، مو صحيح، يكون كريمي، وبتقدم العمر راح تكون جولدن. شوفوها طلاب شلون الكولونيز مالتها تكون ذهبية. اوكي طلاب، هذه لانه اكثر يعني عمرها اكثر من هذه الستاف اللي هي الاوفر نايت. تمام، بعد شنو عندنا؟ عندنا البكتيريا الثانية، السبيشيز الثاني، الستافيلوكوكس ابيدرميدز اللي هي تكون جراي كولونيز. شوفوها وايت تو جراي كولونيز، شوفوا الاختلاف عن هذه اللي تكون هي كريمي كولر، وبعدين تصير اوريوس، بعدين يعني تصير ذهبية جولدن. الاختلاف بيناتهم ممكن انه نشوفه باي نيكد اي، يعني نفرق بيناتهم. بعد عندنا شنو؟ هسه شفنا انه هي تكون كريمي كولر وبعدين تصير اوريوس. بعد شنو طلاب؟ نريد نشوف الستاف شنو تسوي لي؟ هي طبعا have the ability to produce hemolysin. destruction للار بي سيز الموجوده بالوسط، يعني ممكن انه يسوي لي كلير زون داير مداير الكولونيز. هسه مثل ما راح نشوفها طلاب، شوفوا هسه هنا، هسه هذا هو الكلتشر، مو صحيح؟ تشوفون اكو هنا لون خفيف وهنا لون اطوخ من عنده، معناها شنو هاي البكتيريا؟ إلها القابلية إنه تسوي destruction للار بي سيز الموجودة بالوسط، ولذلك صارت هيك كلير زون داير مدايرها، معناها have the ability to produce hemolysin. والهيمولايسين شنو هو؟ الهيمولايسين هو إنزيم يفيدها مثل ما ذكرنا بالجزء النظري، يفيدها to invade tissue، يعني in vivo. طلاب مثل ما تعرفون انه الستاف اوريوس من نسوي لها ريكفري من البيشنت، يعني من نسوي لها من نسوي سبيسيمين كولكشن، راح تيجي ويا بكتيريا ثانيه اللي هي تكون يا اما نورمال فلورا يا اما كونتامينانت. فحتى انه اني اخذ بس الستاف اوريوس او الستاف سبيشيز الثانيه، عندنا وسط اللي هو السلكتيف ميديا اللي اسمه المانيتول سالت اجار. طبعا هذا المانيتول سالت اجار بي المانيتول اللي هي سكريات، وبي ان اي سي ال 7.5%، يعني بي ملح بمقدار 7.5%. هذا الى القابليه الى انه ينمي لي الستاف سبيشيز كلها وما ينمي اي بكتيريا ثانيه، يعني ينمي جنس الستافيلوكوكس بس ما ينمي لي انذر جينرا، غير اجناس ما ينمي لي اياها. ايضا هو بما انه يعتبر سلكتيف ايضا يعتبر شنو؟ ديفرنشيتيف ميديا. شلون؟ شوفوا طلاب هنا، شوفوا هسه هذا هو لونه كبلين،
يكون لونه وردي تقريبا. شوفوا طلاب من انمي عليه الستافيلوكوكس اوريوس. الستافيلوكوكس اوريوس شوفوها طالعه ذهبيه، طالعه صفرة، لا تقولون ذهبيه خاف تخربطون ويا هذيك، صفرة يلو. اوكي يكون لونها يلو. شنو هذا؟ شلون هيك يعني طتني هيك لون؟ اولا هي كستافيلوكوكس سبيشيز لها القابليه انه تنمو على ماني توصلت اجار فانطتني نمو. اللون الاصفر شنو؟ لانه بس الستاف اوريوس هاف ذا ابيليتي تو فيرمنت مانيتول، بس هي لها القابليه على انه تخمر لي المانيتول، لذلك تقلل من البي اتش الموجوده بالوسط. وعندي انا بي اتش انديكيتر يعني فد ماده حاطين لي بالوسط، من ينخفض الوسط يعني الانفايرمنت هنا، اذا انخفض البي اتش مالته راح يتغير اللون، فتغير الى اللون الاصفر، فاعرف انه هاي ستاف اوريوس. تمام. باقي الستاف مثل ما نشوف هنا عندنا، نشوف هنا رقم واحد انا منميه الابيدرميدز. شوفوها هي كستاف كجينس ستاف لها القابليه على ان تنمو على على المانيتول سالت اجار، لكن ما عندها الابيليتي تو فيرمنت مانيتول، وبالتالي طلع الكلتشر وردي. اوكي وردي، لانه هي ما لها القابليه على انها تسوي فرمنتيشن للمانيتول، في حين انه هنا رقم اثنين هي ستاف اوريوس هم نمت وهم سوت لي فرمنتيشن، وذلك قللت البي اتش في الوسط وطتني ميديا صفراء، والكلتشر ايضا يعني البكتيريال جروث ايضا كان اصفر. فشوفوا انه شلون تفرق لنا. لو حاطه اني بكتيريا مو من الستاف وخليتها هنا ما راح تعطيني اي جروث، مثل ما هسه راح اشوفكم. زين اي جروث ماكو ما دام ما عندي ستاف. شوفوا طلاب هنا اخذت اني من احد الطلاب اخذت ام سواب وزرعته على المانيتول سالت اجار، فما طلع لي اي شيء عليها. اذا انا لا كان عندي بالسواب لا عندي ستافيلوكوكس ابيدرميدس ولا ستافيلوكوكس اوريوس، في حين انه من اخذت اندر نيل من احد الطالبات اخذت اندر نيل سواب وزرعتها انطتني كولونيز، طبعا هي ميكستشر اوف كولونيز، لان جزء من عندها طالع يلو وجزء من عندها لا مجرد انه نامي، ولانه ميكستشر فمطتني هيك لون. زين هذه اذا هي اندر نيل عندها كان مختلف انواع السبيشيز للستاف، هم عندها ابيدرميدس وهم عندها اوريوس. طلاب بعد شنو عندنا؟ عندنا الستريبتوكوكس سبيشيز. ستريبتوكوكس بايوجينيز انا ما عندي، عندي فقط الستريبتوكوكس نيمونياي اللي هي قلنا نورمال انهابيتانت النيزوفيرنكس، وايضا هذه العزله ماخذتها من احد الطلاب من سويتوا انتوا سبيسيمن كولكشن وسويتوا كلتشرنج. زين شلون هذه نعرفها على البلاد اجار؟ نعرفها من خلال الالفا هيمولايسز اللي يصير على البلاد اجار، والالفا هيمولايسز يختلف عن البيتا هيمولايسز للستريبتوكوكس بايوجينيز اللي انا هاي العزله ما عندي اياها مع الاسف. فهنا مثل ما نشوف الكلتشر طالع فد هيمولايسز بارشيال هيمولايسز يعني تحلل جزئي للار بي سيز، وهسه اشوف لكم اياها على اللايت، مطتني لون اخضر اللي هو الميثموغلوبين. شوفوا طلاب هسه هنا هاي الجروث البكتيريال جروث. زين وهنا تشوفون هاي الخطوط، هاي عباره عن طعنات سويناها باللوب، يعني اذا اريد اسوي زرع كلتشرنج للستريبتوكوكس سبيشيز، طبعا خصوصا البايوجينيز بس احنا ما عندنا، ايضا الستريبتوكوكس نيمونياي، انه اسوي لها ستريكينج اند ستابينج، لكن هنا ما اسوي ستابينج باي نيدل مثل ما سويناها بالتربل شوجر ايرون، لا نسويها بنفس اللوب، ومثل هاي الطريقه اللي راح اخليكم صورتها فوق هنا باحد الزوايا، انه نسوي ستريكينج وبعدين نسوي ستابينج باي لوب.
فانطتني شو مثل ما تشوفون هنا، انطتني طبعا لون اخضر اللي هو البارشيال هيموليسيس، ومثل ما نشوف انه هنا داير مداير الجروث اكو كلير زون تختلف عن هذا اللون اللي هو لون الميديا اللي هو بلاد اجار. انا افضل طلاب تجون للمختبر وتشوفوهن لانه جزء او اجيب لكم اياها كصور بالامتحان. طلاب طبعا الستريبتوكوكس سواء بايوجينيز او النيمونياي نزرعها ان لازم ان انفايرمنت ب سي او 2 كونسنتريشن 10% حتى احصل على الهيموليسيس. شلون ممكن انه نحصل على 10% من السي او 2؟ مثل ما قلنا باحد المختبرات لما اخذنا الكلتشرنج شنو قلنا؟ قلنا انه عندنا احنا انكيوبيتر، الانكيوبيتر هذه تنطينا درجة حرارة من 35 إلى 37، هاي بالنسبة للباثوجينيك بكتيريا. ممكن إنه تنطيني كونسنتريشن للسي أو 2، ممكن إنه تنطيني أيضا هيوميديتي رطوبة. فإحنا المختبر مالتنا الإنكيوبيتر اللي عندنا هي فقط تنطيني تمبرتشر. إذا شلون أحصل على سي أو 2 كونسنتريشن معين اللي من خلاله ممكن إنه أنمي الستريبتوكوكس سبيشيز؟ طلاب عندنا هذا الديفايس اللي ممكن ينطيني كونسنتريشن من السي او 2 اللي هو نسميه ان ايروبيك جار، يعني القاروره اللي توفر لي ان ايروبيك كونديشنز. طلاب هذه هسه نشرحها شنو. اولا شوفون هذا الجيتش اللي بيها وشوفون هذا الفالفز، هاي يعني الفالفات اللي موجوده هنا الفالفز زين. هذني المفروض يعني هذه ينربط بصوندات على فاكيوم اللي تفرغ لي الهواء وتضخ لي السي او 2 ويظهر الكونسنتريشن الموجود بالداخل على هذا الجيتش. احنا ما عندنا هذا الفاكيوم، لكن شلون ممكن انه اوفر ان ايروبيك كونديشنز انسايد ذس جار؟ طبعا اكو اكياس صغيره يسمونها ساشيت، اكياس صغيره بيها مواد لبن نخليها داخلها ممكن انه تقضي لي على الاكسجين وتولد لي سي او 2. احنا بالمختبر ما عندنا لا ساشيتات ولا الفاكيوم، ف شنو استخدم؟ طبعا هذه السيليفون انا حاطتها هسه اقول لكم ليش بي هذه حتى شنو اخلي داخلها الكلتشرز مالتي بهالشكل واخليه داخله، واذا انا عندي ساشيت اخليه او عندي اذا فاكيوم مالت السي او 2 ايضا. احنا هنا ما عندنا طبعا هذه، فشنو ممكن انه نستخدم؟ نستخدم الكاندل، نستخدم الشمعة. وطبعا اكو اسمها اصلا ان شاء الله اكيد صورتها شفتوها بالنظري بجزء النظري انه يسمونها كاندل جار، يعني هي عبارة عن شمعة افتحها واخليها هنا اوكي، وخاله هذا السيليفون حتى يحفظ لي هذا المعدن اللي هنا زين، اخليه واطبقه. هي طبعا راح تشتغل الشمعه، ايش راح تسوي؟ تقضي لي على الاوتو الموجود جوا وبذلك تعطيني كونسنتريشن من السي او 2 لكن ما يكون محدد زين، واحفظه وين اخليه؟ احضنه بالانكيوبيتر يعني ورا 24 ساعه ممكن انه احصل على هاي النتيجه. يعني اقول انه ما دام حصلت على هاي النتيجه اذا هذه الطريقه ممكن انه توفر لي ان ايروبيك كونديشنز. طبعا طلاب هذا اذا اجيبكم اياه بالامتحان هذا ان ايروبيك جار مو كاندل جار. الكاندل جار هي نفس الصوره الموجوده عندكم بالجزء النظري. بعد طلاب شنو نشوف؟ اندر مايكروسكوب نشوف البكتيريا شلون شكلها، الستاف شلون شكلها، والستريبت والستريبتوكوكس نيمونياي لانها تكون مختلفه عن باقي السبيشيز للستريبت.
طلعوا هسه تشوفون هنا أنا under microscope تشوفون the clusters of staphylococcus aureus. طبعا الكثير منكم صبغ واشتغل سلايدات هو أحلى من هذا. وطبعا بصعوبة التصوير بصعوبة أنه نحصل على اللون، لذلك أفضل أنه تجون للمختبر وتشاهدون السلايدات، لأن يجوز بالامتحان أخذ صور أفضل لهيك من هيك يعني وأجيب لكم إياها، أو يجوز أنه نسوي المختبر سبوتات يعني داخل المختبر امتحان، يعني هذا الامتحان اللي هو تحرك. طلاب هنا نشوف أيضا هم مو يعني ذاك الوضوح، بس نشوف الستريبت يعني نشوف chains of streptococcus pyogenes تكون بهذا الشكل. وطلاب طبعا هذا السلايد يعني جاهز، فسألتكم أنا وما أعرف ما حد جاوبني إنه هل أحد عنده التهاب يعني بلاعيم مزمن حتى أخذ من عنده streptococcus pyogenes، ما حد جاوبني. يلا ما مشكلة، شوف يعني منو بعد أحصل من عنده ممكن هذا هذا السبيشيز. هنا عندنا ونشوف الدبلوكوكاي اللي هي للستريبتوكوكس نيمونيا. إلى هنا نأتي إلى نهاية المختبر السادس ستافيلوكوكس أند ستريبتوكوكس سبيشيز. إلى اللقاء بالمختبرات القادمة.